وحالة من الاحتقان، وحالة من غياب الرؤية والخيال السياسي. لكن كيف نعتبر أن الناس ربما ليس لهم اليوم حجة أو قوة المنطق، فيذهبون إلى منطق القوة، سواء القوة اللفظية أو غيرها. عنف اللي صاير الكل في حقيقة الأمر ينم عن عدم دراية سياسية عميقة، لأن الذي يستعمل العنف ربما العنف ضد أشخاص، ربما اثنان يتبادلان العنف، ربما هناك حساسية ما أو وصلت الأمور إلى ما لا يطاق. أما أن بعض الأحزاب بخلفيتها الشعبية وقواعدها تمارس العنف على بعضها البعض، هذا ينم عن سوء معرفة بالسياسة. البعض أرجع سبب العنف إلى الوضع السياسي المتأزم الذي عرف انقساما واحتقانا في الطبقات السياسية، إلى جانب الخطابات الدينية الداعية للعنف. بالنسبة للظاهرة هذه بصراحة ظاهرة خطيرة، إذا كان من حيلوش دون التفشي متاعها، مقاومتها تكون عبر تفعيل القانون وعبر تفعيل آليات الديمقراطية. وننظر للتجارب الغربية كيفاش معناها تطبق القانون بحذافيره، معناها منجم حتى بشر يتجاوز القانون في نفس الوقت يعبر بكل حرية على كل آراء وكل توجهاته. القيادات السياسية، النخبة السياسية يلزمها معناها تتحرك في اتجاه إبعاد المواطنين معناها على العنف، وإقناعهم بأن العنف ماهوش وسيلة لتحقيق معناها الأهداف. المطلوب هو أننا نعمق أساليب العلاج ونكتشف الجذور ونعريها ونحاول أن نتخلص منها من خلال عملية إقناع فكري عميق، وكذلك من خلال توفير مناخات للحوار بين الأطراف. العنف بكل أشكاله مرفوض مبدئيا، ومهما كان مصدره فإرساء مجتمع ديمقراطي يقوم على الحوار يتطلب نبذ العنف وقبول الاختلاف. هذا هو الروبورتاج اللي كنت تفرجوا فيه، نحكيه دائما على تبعات العنف والإرهاب وكيفية القضاء عليه. باش نبداو مع ضيفي سي فتحي رقيق، أستاذ علم اجتماع وعضو في المسار الاجتماعي الديمقراطي. هات نبداو نحكيه على العنف، هات نعرفوه العنف قبل ما نبداو نحكيه على مظاهره ومخلفاته ومن المسؤول عن تفشي العنف في تونس. هو قبل كل شيء العنف هو ساعة حاجة طبيعية، كما يعني شحنة عند الوليد صغير عنده شحنة في بدنه، في يحب يفرغ في اللعب، في ساعة يعنف حتى والديه يحب يفرض وجوده، هذاك طبيعي نعتبره حاجة طبيعية، وساعات يعني يبالغ شوية حده. فالتربية، أنا نمشي للتربية، التربية هي اللي توجه العنف هذايا في اتجاهات إيجابية، الفن، الرياضة، اللعب، خاصة اللعب نأكد ياسر اللعب، لأنه اللعب فيه حرية وفيه يعني تعطي للطفل إمكانية أنه يطور ملكاته. المشكل علاش قلت لك التربية؟ لأنه التربية زاد عن نحن تولي في عود تكون هي العلاج للعنف وتقنينه في الاتجاهات الإيجابية، فن وغيره وغيره، تولي ساعات هي مصدر العنف في العائلة عندنا في المدرسة. توانا نحكي لك، نقول المدرسة تبدأ من يعني المحضنة، روض الأطفال، المدرسة إلى آخره. ساعات طرق التربية، احنا تو في تونس أنا توانا 3 سنين بعد الثورة، أنتم سمعت اللي عندنا توا إعادة نظر في طرق التربوية. من المصايب الكبرى أنه الأطفال ما يلعبوش. أنا نحسوا أنه نحبوا نطلعوا أطفال كيفنا إحنا، نبدأوا نرسوا لهم في المعلومات ولازمك تعمل هكا وهكا وهكا وهكا. فإذا به أهم حاجة عند الطفل اللي تخليهم بعد يولي مبدع وإيجابي، والطاقة نتاعو البدنية وغير البدنية والذهنية في عود يوجهها فيما هو إيجابي، يولي يوجهها ضد المربي. هذا يفسر إلى حد ما العنف ضد يعني المربين، ضد المعلمين وضد الأولياء وإلى آخره. فالتربية حتى هي تجم تفرز العنف. وأنا نقول لك راهو تو في يعني عنا رياض أطفال لما شيء سيئة جدا، سواء قبل الثورة ولا بعد. قبل الثورة مثلا نشوف الاحتفالات نتاع آخر السنة، يجيوا يعملوا لهم عروس وارس، واحد عمره 4 ولا 5 سنين، يحبوا بالسيف يفرضوا على الصغير لعبة نتاعهم هما،
فهذه من دواعي يعني من يعني من مظاهر تعسف الكبار على الصغار. يعني نتاج العنف اللي نجم نلقاه وهو يعني منذ الصغر الى الكبار يعني هي يجب يكون التربيه حتى التربيه أي. الغير سويه عندك بعد الثوره حاجه اخرى وليت انا حتى كاينه نوع من رد الفعل لانه ثم ناس يصوروا انه كان ثم تهميش للاسلام قبل الثوره فاذا به توا ولا يعني مبالغة وحرمان الطفل من اللعب أو تلقين وثم حتى أشياء تخوف ما خبيش عليك أنا شفتها مثلا وليت تركيز على جهنم على عذاب القبر أشياء أنت مش تخوفه من الحياة يعني كأنك تقول له ما تعيشش راه الدنيا خايبة وإذا بيه تقول كأنك تعطي مفعول العكسي في التوقيت المدرسي زادة أنا نشوف ثم برشا بلدان احنا ما نستفيدوش منها سويسرا وغيرها ثم أوقات كان اللعب في المدرسة كان اللعب كهو كان اللعب طيب. يلعب وانتهى دونك هذه في التربية لكن بطبيعة الحال ثم عنف آخر نتاع الملاعب تو ندرر شويه اللي هو زاد عطوا شنو وصلوا العنف مع في الملاعب في دور الرياضه كيف الجماهير الرياضيه لكن هيت نمشيو كنا نتفرجوا في الريبورتاج اللي فما عنف مسلط ضد المثقفين والسياسيين شنو تفسر العنف اللي مسلط هذا اللي قاعدين نراو فيه هاو جينا تو هو حتى قبل الثوره كان فما عنف ضد المثقفين موجود لكن مستتر كانش موضوح كما تو بطبيعه الحال ثم تطور كبير هذا مربوط بالايديولوجيا واضح يعني انا نشوف اغلب المثقفين الذين وقع الاعتداء عليهم واضح لانهم ماشيين في حريه التعبير وضد منطق ايديولوجي واضح فكي نذكر نوري بوزي نذكر يعني في الصحافه مثلا زياد كريشان حمادي رديسي وفنانين اخرين كاللي في المسرح مثلا في تونس حتى في سفاق صارت حاجات من نوع هذا يعني كاين الفن هو المستهدف الفن في أشخاص معينين فالفن هو من علامات الحرية الفردية والإيديولوجيا وخاصة الإيديولوجيا الدينية واضح ما نخبيوش كل النخب نجم نقول يعني عالميين سياسيين لكن بصورة عامة الوقت يتوجه للفنانين متوجه للفرد وكأنه في الإيديولوجيا هذه وعلى الأقل النوع من التصور والنظرة للإسلام تقول أنه ثم قالب ما تخرجش عليه الفن حرام ولا مش باهي هذاك خايب وهذا يا كفر هذا إلى آخره فهذا هو اللي ولد العنف هذا تجاه المثقفين وهذا شفناه مش لازم نخبيه مش مازلنا باش نرجعوا له أكثر لكن ثم بطبيعة الحال بعد سياسي مهم جدا باش نرجعوا من البعد السياسي باش نجيك سي عارف عدم الدراية السياسية العميقة هل لازم يكون الإنسان المواطن التونسي عنده دراية سياسية عميقة باش يتجاوز أنه يتعامل مع بعضه كسواء النخب أو مثقفين أو سياسيين من غير عنف خاطر ساعة سمعنا في الغبورتاج مع سي إبراهيم القصاص قال العنف وليد عدم دراية سياسية عميقة والله نحب قبل نعرج شوية على الكلام اللي ذكره زميلي فتحي لأنه العنف بكل صراحة ما ثمش فئة معينة من المجتمع مستهدفة للعنف احنا شفنا آخر من تعرض للعنف هو وزير الثقافة عنف شديد اللي ما كناش نتوقع وصدر من ما صدرش من متطرف ديني ولا ما صدرش من صدر من مثقف محسوب على تيار معروف يساري معروف بالتالي أنا أقول ما نحبوش الظاهرة هذه إذا نحبوا نعالجوها إذا ننظروا لها بكل تجارب من خلفية تيار يساري معروف معناتها اليسار ينسب إليه العنف لا يعني أنا ما نحبش أنا كنت أتمنى أني ما نصنفش علاش قلت علاش ذكرت التصنيف هذايا باش نقول أنه ما ثمش لون للإرهاب ما ثمش لون للعنف العنف يجب يكون صادر على أي طرف اللي هي نتيجة انعكاسات وانفعالات تنم على طبعا عقلية اللي تحتاج لمعالجة هذه ظاهرة خطيرة في المجتمع وظاهرة نجم نقولوا مش جديدة راه في المجتمع التونسي احنا العنف والارهاب عشناه حتى من العهد بن علي كنا نذكروا احداث سليمان احداث رهيبة نتاع ارهاب واستهدفت المجتمع التونسي بسلاح كنا نستحضر كذلك العملية اللي استهدفت جنودنا البواسل في عهد بن علي في احدى النقاط الحدوديه مع لكن توا العنف تفشى اكثر سي العنف العنف تفشى اكثر لكن كظاهره وكانها ولات ثقافه عاديه امر عادي يعني بالضبط. المجتمع التونسي ولا يتداول العنف كانه اكل ومشرب يومي احنا اكيد يجب ان نعالج العنف بكل مظاهره هذا مما لا شك فيه ولكن لازم نقول كذلك انه راه حريه الاعلام توا وقت الاضواء اصبحت تنعكس على كل حدث في تونس هذا من شانه كذلك انه يظهر الظاهره بالشكل اللي ما كانش تظهر به سابقا لانه تعرف انه الاعلام تو ثم حريه نتاع الاعلام وثم حتى الجرائم معناتها اللي قاعد نسمعوا فيها تو عدد كبير من الجرائم لكن وقت نشوف وقت نرجع الاحصائيات الامنيه يقولون لنا راهو نسب الجرائم عمليا وواقعيا ما تختلفش
تقدرش. نقصد الجرائم غير العنفية والإرهابية، الجرائم الاجتماعية. ثم تو وقت تشوف الواحد وسائل الإعلام تكلم على العنف هذايا، العنف الاجتماعي، راهو كان موجود إحصائيا، كان موجود تقريبا بنفس النسب أو ربما بنسب أكثر، لكن تو تركيز الإعلام كان غير معلن عنه، كان معلن عنه. حرية الإعلام أصبحت الآن معناتها تعكس لنا وتورينا المظاهر هذه. بحرية الإعلام، هل حرية الإعلام والإعلان عن هذا العنف، هل يمكن أن العنف أنه يحرق حصاد الثورة؟ هو سائق بكل شيء حرية الإعلام، هذا تقريبا المكسب الوحيد اللي كسبناه بعد الثورة. ما يبدو لي ما فيش نقاش، ويبدو لي ماش مش يتفك. أنا هذا شنفهم حاجة إيجابية جدا، أعطت بطبيعة الحال فرصة أنه الناس تحكي وتقولش عندها. وساعات يظهر كأنه عنف، يظهر كأنه عنف، لا أنا ما نقولش عنف. راه شوف الاعتصامات والحركات الاحتجاجية راهي إيجابية جدا، إيجابية جدا، لأنها خرج المكبوت على برا وتعطي فرصة للناس باش يحكيوا فيه وباش يشوفوا له حلول عقلانية. دونك ما هوش تبقى تقول طيب يجم العنف يحرق لنا حصاد الثورة؟ ينجم يخلي حنا نقولوا احنا الثوره نتاعنا في الماء، العنف اللي قاعدين نراو فيه. لا مانيش متشائم لهالدرجه، لا 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 مش هذا القصد. هو بالعكس انه يخرج على برا هاي ويعطي فرصه للناس تحكي فيه، لكن زاد ما لازمناش نحكيه والسلام. راهو لازم شوف حاجه مهمه ياسر، وقت نحكيه في موضوع لازم نخرج بنتيجه، مش احكي وروح. الجامعه العربيه قبل وقت اجتمعوا الناس كل فرغوا قلوبهم في العدو الصهيوني، في العدو الصهيوني تو تو، ومن بعد اللي هذا يروح ما يعطيوش حلول. توا اذا كان نحبوا نحكي في تونس، وانا نحكي كان على تونس، تعرف علاش ولا؟ لاني بالنسبه لي هذاك هو المجال اللي انا نجم نكون فاعل فيه. ما نجمش نحكي انا نحكي على مصر ولا على نجم نحكي عليه نعطي راي، لكن ما نجمش نكون فاعل فيه ولا فاعل فيه لا. يعني انا نحكي علي بامكاني ان نغيره في تونس، ثم امكانيه، لكن بعقلانيه. شو معنى عقلانيه؟ اللي مش قد مسؤوليه يقول انا ما قدرتش ويخلي البلاصه لغيره، واللي غلط يقول انا ما قدرتش مانيش في المسؤوليه. طيب باش تفسر يعني تبرير العنف بمفهوم الحريه، يعني الحريه هي اللي تبرر لك العنف؟ اي عنف. اذكر عارف الساعه الاعتداء على مهدي مبروك، كان الساعه صديقي وزميلي وما نجم كان نتعاطف معه وما نقبلوش، غير مقبول اللي صار وبتبادل الحال نتعاطف معه. لكن شوف ثم فرق بين حالات المعزوله، هذه ربما عندها علاقه، ربما انا نقول صديقي ونقولها بكل وضوح، ربما عملت يعني موقف ولا اثنين ما كانوش مناسبين تجاه المثقفين، يعني مساله حادث العبد اللي هي ربما، لكن هذا مانيش مانيش مبرر، هذا عنف راهو تعاطف معاه باريتو شويه. انا قلت ندوا به راهو اي معزوله، لانه مش قبل الجمعه فقط تعرض وزير الفلاح الى عنف، مش كذلك من قبل الاطراف، يعني اي عنف اي عنف ما عندكش ما تبرر له، ما نبرروش العنف. احنا توا شوف يا نفسروا ولا ما نفسروش، نحبوا نفهموا ثم فرق ما بين الحالات المعزوله وما بين ما هو ولا يعني نشاط كامل مبرر وعنده، وهيك هو الارهاب. احنا مش نوصلوا للارهاب، يولي منظم ويولي عنده جهاز ويولي عنده مهام معينه الى اخره، هذا واجب له التصدي. بينما ما هو معزول انا اعتبر انه هذاك سهل، مش صعيب، هذيك حالات معزوله اي كانت، اما المنظم هو اللي يخوف. وهذاك علاش نقول لك توا وقت نحكيه على الدوله، انت ذكرت الدوله، الدوله عندها مسؤوليه ما فيش كلام. العنف اللي وقت تخلق كلمه العنف الشرعي ماهيش فدلك، هذه خذت تقريبا اربع ولا خمس قرون باش وقعت تنظير ليها من ماكس فيبر من القرن 16 للقرن 20. الدوله الوطنيه تبنيت على فكره اساسيه وهي احتكار العنف الشرعي، هي الوحيده اللي عندها استعملها. احنا في تونس عندنا الناس بعد ما عملنا انتخبنا حكومه وشرعيه، نقصد سلطه شرعيه تمتقت عليها حكومه الى اخره، نلقاو ناس تبرر اولا تمارس العنف وما هو الشرعي لانه ما اعطاها حتى حد تفويض، ولكن باسم الثوريه وقت اللي احنا الثوره انتخبت ناس معينين ويحتكروا العنف، فاذا بها مثلا روابط حمايه الثوره. انا جاي انا جاي إيه؟ باش ندخلوا لها باش ندخلوا لها مسؤوليه الدوله والحكومه باش نجيوها. تحتكر له ما عندكش حق تجي لشخص تقول له اعمل كذا ولا اعمل كذا، ما يلزمش هذا، ما يصيرش في اي كان سلوكه الخاص الفردي، ما يلزمش واحد يتدخل في شخص اخر. احنا كلنا مسلمين، لكن انا مسلم على طريقتي وانت مسلم على طريقتك، مثلا اذا كانوا باسم الدين، اذا باسم زاد المدنيه ما تقوليش اعمل كذا ولا اعمل كذا، لا ثم حريات فرديه هذه اذا كان ما نعترفوش بالفرد روح شي ما عملنا. اهم حاجه في الثوره هي الحريه الفرديه، كانت مقموعه في عقدنا، هي كانت مقموعه، فتوا جات فرصه باش الناس تحكي، وقت تحكي وقت يجمعوا ويوصلوا الفكره ما يسميه روسوها كالكونترا سوسيال. شنو الكونترا سوسيال؟ العقد الاجتماعي، هو انه كل واحد يتنازل شويه على حريته باش الناس كل تعيش مع بعضها، انت في بلاستيك وانا في بلاستيك، ثم مهام اجتماعيه متفقين عليها، وظيفتي كاستاذ يلزمني نقوم بها، والطالب اذا ما نقومش بوظيفتي من حقه ومن واجبه انا اقول انه يقول له رد بالك راك غلط، ما يتصرفش معايا كالمنطق الاب وانا كيبوه ويحشم، لا ما يحشمش حقه
ما دامش كبير يحكم في الصغير، لا حتى الصغير يزي من العقلية هذه كقبل. صحيح البلد تمشي على كبارها، بمعنى أنه اللي يقولوا لا توا الصغير من واجبه ومن حقه أنه يقول للكبير رد بالك، هكا حقي أنا ما تفكوليش. وقت اللي عملوا ثورة في ما بين 17 و14 جانفي الشباب راهو كان عندهم مطلب واضح، حركة اجتماعية للتشغيل، وإذا بها تولي نحكي ولا حكاية أخرى ما عندها حتى علاقة. وين اللي عملناه للشباب؟ أنا جايين للشباب وجايين مكملين، لكن خلينا الآن نستقبلوا مكالمة هاتفية مع الفنانة التونسية سونيا مبارك باش نحكيو فيها معها كذلك على ظاهرة العنف المتفشية الآن في تونس خاصة ضد المثقفين. مساء الخير مدام سونيا. أهلا وسهلا بك ومرحبا بضيوفك. مرحبا بك سيدة سونيا مبارك. في تونس الآن أصبح المثقف يعنف من قبل المثقف، والمعروف أنه أصحاب العنف أو اللي يتعاملوا بالعنف ما نجموش نصنفوهم من المفكرين أو من المثقفين. كيفاش تفسر أو كيفاش ترى أنه الآن أصبح المثقف يصنف مع حاملي الهراوات والناس اللي ما تفكرش، الناس اللي تستعمل العنف؟ والله يشوف معناتها ما تجمش ساعة تعمم، على خاطر إذا كان صارت حاجة معناتها ولو أنا ضد العنف بطبيعة الحال مهما كان شكله، إن كان يعني لفظي أو إن كان يوصل حتى للضرب وينتقل بعد هذا إلى الإرهاب. إحنا اليوم مع الأسف نتحدث عن إرهاب في تونس، ولكن معناتها ما نجموش إن نقولوا إنها ظاهرة موجودة يعني معزولة المسألة هذه. أنا نرجع بكلمة العنف بحاجتين، منطق الحرية. منطق الحرية إذا كان ماهوش أو هو تصرف الحرية، تصرف مسؤول، إذا كان ماهوش تصرف مسؤول ينجم يؤدي إلى العنف، خطر الحرية ماهيش مطلقة، خاصة لما نعيش في مجتمع منظم ومجتمع مدني. ما تجمش تكون حرية مطلقة. أنا مع حرية التعبير بطبيعة الحال، ونقول أنه الفن والمثقف لابد أن ما عندوش سقف حرية التعبير، هو يتحمل مسؤوليته يعني على المستوى المعنوي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى القانوني وكل المسؤوليات. فهمت معناتها باش ينجم يبدع لابد أن يكون له حرية التعبير، وهو مسؤول أمام المجتمع ومسؤول أمام نفسه كذلك باش نجمو نحكيو على حرية التعبير. فالإشكالية حسب رأيي في العنف، وعلى فكرة بعد الثورة يعني في الأيامات والأسابيع الأولى بعد الثورة ما كانش فما العنف المتفشي مع الأسف اليوم، على خاطر دخلت على الخط أشياء أخرى اللي هي ربما التجاذبات السياسية. وهوني باش نقولك أنه ربما ينقص في مجتمعنا وربما احتقان طويل سنين طويلة الناس ما عبرتش على رأيها لا على المستوى المجتمع المدني ولا على مستوى السياسيين، وهذا يفسر مثلا أنه حتى على مستوى النخبة السياسية تلقى العنف. بصراحة تلقى وقت اللي تتفرج في النشط التأسيسي معناتها مع كل احترامي ليهم الكل ولنضالاتهم ولنا نشوف العنف اللفظي موجود، هذايا هو حسب رأيي يعطي صورة للإنسان البسيط حتى على الناس بيكون في أي مكان في تونس يقول لك تهاو السياسي هو مسؤول. فهو يعني يعطي تبرير ولو أنه العنف عمره ما ينجم يكون عنده تبرير. طيب سمحني مع الأسف باش نقول لك حاجة، أنا حبيت أنه ما يكونش فما يعني في النخبة السياسية اليوم شادة تونس، حبيت أنه يكون صحيح في الوهلة الأولى من المؤكد أنه فما شوية خوذة وشوية تراشق اتهامات إلى آخره، ولكن ما توصلش إلى البعض يبرر العنف. فهمت كيفاش؟ معناتها أنا نحكي لك كمواطنة راني وما عندي حتى انتماء سياسي. طيب. أنا انتمائي كمثقفة شنو هو دور المثقف في التصدي إلى العنف؟ أنا حسب رأيي فما مفماش عصا سحرية، فما عقلية جديدة يلزمها تتبنى في تونس، مبدأها الأساسي في الحياة الاجتماعية والحياة السياسية أيضا هو احترام الرأي المخالف مهما كان الاختلاف، هذه مبدئيا.
على المستوى التطبيقي من بعد، على خاطر انت تسمع حتى احيانا تسمع كثير من السياسيين واحترمهم يقول لك نحن نريد ان يعبر كل واحد على رايه. اوكي تفهمنا في هذا، ولكن ليس هذا يعني المسار نحو الديمقراطية، على خاطر اليوم فما تشكيك. انت كنت تحكي مع مواطنين يقول لك انا ديمقراطية اللي يحكيوا عليها، فهمت كيفاش؟ يعني مسألة عقلية، يعني عقلية جديدة يلزمها تتجذر فينا، ويلزم نربيه وحتى أولادنا والنشأة جديدة نقولوا لهم راهو الاختلاف لابد أن يكون في المجتمع باش نبني الموزايك. طيب يعني المثقف يكون... مدام سونيا، المثقف اللي هو يراه المواطن التونسي ويشاهده يكون يمر عليه كسوا في الحفلات أو في المسلسلات أو حتى في الحضور الإعلامي، كيفاش ينجم يعطي رسالة أنه يخفف أو يتصدى للعنف؟ نحن أنا يظهر لي الفنان دوره دائما هو أنه يدعي للحب، يدعي للتوافق، يدعي للتواصل، والفن في حد ذاته بالتزامه بالقضايا الوطنية بقضايا حب الإنسان للإنسان. ما عندوش يعني الفنان ما عندوش رو تجاذبات سياسية إلا وقت اللي يبدأ عنده نشاط في يعني في حزب ولا حاجة، ولكن نحكي لك على الفنان الحر كمبدأ أساسي. أنا حسب رأيي وأنا من منطلقي كتونسية في أي مكان نكون، في تونس، في أمريكا، في باريس، في لبنان، في أي مكان في العالم، بالنسبة لي احترامي لهوية وثقافة تونس المتنوعة هذيك هو الدرب متاعي. الدرب متاعي هو الوطن متاعي، هو محاولة إرساء هذا التواصل ما بين الشعوب، هذا التواصل ما بين الإنسان للإنسان. هذه مهم جدا حتى في مسيرتي معناتها، وحتى في المشاريع الفنية اللي نقدمها على الركح. نحن دعاة حب، الفنان دائما يدعي للحب ويدعي للتآخي ويدعي للسلام. شكرا لك على هذا التدخل معنا. بعد شوية بشيكون بحثنا عبر الهاتف طبعا الإعلام الرياضي محجوب الهمامي، لكن باش نمشي للسي عارف، المسؤولية السياسية ومسؤولية الحكومة في أنها تتصدى إلى العنف. والله أنا حسب تقديري أن المسؤولية هي مسؤولية مشتركة من قبل جميع الأطراف فعلا في الساحة السياسية. هي جزء منها طبعا تعود مسؤولية للدولة باعتبارها هي اللي تقود، هي اللي تقود، هي اللي ماسكة بوسائل التحكم في الشارع إلى آخره. لكن أنا أعتقد كل الأطراف المكونة للمجتمع بما في مجتمع مدني وسلطة حاكمة كلهم مطالبين باش يكون عندهم دور لمقاومة هذه الظاهرة. نحب نأكد كون لأنه المحورين نتاع الجلسة هذه ونتاع الحصة هذه هو محور العنف والإرهاب. كما قال زميلي معناتها لازم فوفرين ديستينكسيون اونتر ليدر. العنف هو يجم يكون عنف لفظي، يجم يكون عنف مادي، ولكن الإرهاب كما قال زميلي هو وقت يوصل المرحلة إلى مرحلة التنظم وإلى مرحلة مواجهة المجتمع لفرض ربما نمط معين من السلوك من التفكير اللي قاعد يشوف فيه ربما من بعض التيارات اللي محسوبة على التيارات الإرهابية. طيب تيارات مشددة. رجعني للمسؤولية للحكومة، المسؤولية السياسية، يعني النخب السياسية كما قالت مدام سونيا منذ قليل قالت أنا نشوف أنه حتى في أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يتراشقون بالحجارة الألفاظ، وشوف أنت المواطن التونسي يقول لك إذا كان هذوما النخب السياسية اللي احنا واقفين أو حاطينهم ومنتخبينهم هكا نحن كيفاش باش كيفاش تصديوا للعنف؟ أنا نزيد نأكد كون الـ ربما معالجة الظاهر هذه هي معالجة لازم تكون في مستويات متعددة. لازمنا نشوفوا جذور إذا مش تحاول تعالج ظاهرة لازم نعرفوا شنو الأسباب نتاعها. أنا حسب تقديري ثم أسباب عميقة، أسباب اللي ربما مرتبطة بالتصحر الفكري والتصحر الديني خلينا نقول اللي عاشوا المجتمع نتيجة سياسة ما عرف في العهد البائد بسياسة تشفيف المنابع اللي خلت
مع الإسلام الوسطي، الإسلام المعتدل تقريبا غائب عن الساحة، وخليت ناس تلتجأ ربما إلى تصورات أو مفاهيم إسلامية اللي هي بعيدة كل بعد عن الوسطية، ربما منتقات من وسائل الإعلام وأجنبية. هذه ربما إحدى الأسباب العميقة اللي خلفت. كيفاش النخب الوطنية من المثقفين والسياسيين يكون هما جزء في الحل وليس جزء من المشكل؟ أعتقد يجب أن يعطوه مثال قبل النخب هي نفسها تعطي مثال في عدم ممارسة العنف. هذه أول حاجة كما قلت أنت ساعة، إنه المشاهد اللي قاعدين نشوفها سواء في المجلس التأسيسي ولا حتى أنا ما نحبش نحصر مثلا داخل المجلس التأسيسي فقط، المجلس التأسيسي لأنه ربما أنا نشوف إنه اللي يتفرجوا فيه تقريبا 10 ملايين تونسي راهو المجلس التأسيسي والله مش مشغل الظاهرة. نشوف إن أنا الحدة متاع العنف في الممارسة السياسية حتى خارج المجلس التأسيسي هي ربما حتى أحد مما نراه في المجلس التأسيسي. طيب باش نرجع لك سي عارف، ما زلنا باش نرجعوا لمسؤولية الحكومة، ما زلنا باش نرجعوا للتساهل في التصدي لظاهرة العنف، لكن باش نرجع لك سي فتحي بما أنك عضو في المسار الاجتماعي الديمقراطي، مسؤولية السياسيين النخبة المسيسة في أنها تتصدى إلى العنف. شوف هي صحيح مسؤولية الناس كلها، هذا سهل باش نقوله نورمال عادي يعني صحيح مسؤولية الناس كله، ويلزم الناس كل تفهم أنه البلاد هذه لازمها نتصرف فيها بشكل عقلاني، وأنه نفهموا أنه حرية الآخر لازم كل واحد يعطي قيمة لحرية الآخر به. لكن زادة ديما راهو زايد الكلام اللي يقول أنا مش نتحمل مسؤولية، مثلا مش نعمل 500,000 موطن شغل مثلا، يجب يكون في مستوى الوعد نتاعو. كيف ما يعملش هذا شي ما عملنا وجملي يحكي يقول أنا راني شرعي، إيه شرعي شنو معناها؟ يعني نحتكر العنف وقت يتولي اعتداء على الآخر. واضح الحكاية، احنا سهلنا أنا نقول خلينا نكون واضحين هنا، هذه مسؤولية الحكومة راهو، وداير الحكومة ولات موقعها أهم المجلس التأسيسي يا أخي، هيمنة عليه وواضح. إذن المشكل سياسي، هيمنة سياسية وتخلي أنه نجم نتساهل وزادة مع العنف. أنا ذكرته وخلينا نكون واضحين ونقولوا أشياء، العنف السلفي اللي يسميه العنف السلفي راهو عنده مدة راهو، وفي البداية قلنا لا ذو ما مثالش ذو ما ناس أولادنا وذكرونا بشبابنا وإلى حاجات من هذا القبيل، أنه ربما نسيسهم ده نسيس ونربي لكن زاد العنف راهو عنف وقت تعتدي على مواطن، أي مواطن كان راهو بقطع النظر راهو، وعنف سلفي ولا غير سلفي راهو كيف أي واحد يعتدي على واحد أنت طبق في القانون. دونك خلي الحسابات الانتخابية وهذا كم يفيدني وهذا كم يفيدنيش ونحسب الحسبة بالشكل هذا، نقول واحد اعتدى من الأولى ولا ما نوصلوش حل الشعبي راهو، لو كان من الاول اخذنا الامور بجديه. اي المشكله ان وزاره الداخليه ما صرفتش على انها وزاره دوله، وبلاد اسمها تونس صرفت على اساس انها وزاره حزب معين، ومن سوء الحظ هذا خلى العنف يتراكم شويه شويه. اضافه هوني على الكلام اللي قال زميلي، علاش قلت انها مسؤوليه مشتركه؟ خلينا نعطيك مثال بسيط جدا. وقت قناه احدى القنوات بغير ما نسميو اسمها خرجت شريط اللي فيه استفزاز لمشاعر المسلمين بالسيده ذات الالهيه، ما نجموش نشعلوا نار وبعد نقولوا كيفاش عباد ترد العنف. طبعا انا ضد انه العباد يكون ردها بالعنف اللي شفناه من قبل بعض الاطراف، لكن كذلك هذه مسؤوليه من النخب. ما نجموش نشعلوا نار وبعد نقولوا الدوله مطالبه باطفاء الحريق، لا انا اقول يلزمنا نهيئ الارضيه باش ما نحلقش جو من الاستفزاز. وشفنا مظاهر اخرى حتى في معناتها شعارات التي رفعت في بعض الاعتصامات او في بعض اللقاءات السياسيه، معناتها انا نقول هي مسؤوليه مشتركه، لازمنا كنا نحاولوا نخفف من مستوى العنف وما نخلقش اجواء باش تخلي باش تدفع الاباد المتشنجه ترد فعل عنيف، لانه ما نجموش نعملوا فقط على اله الدوله لمقاومه الظاهره هذه، لازمنا بكل يكون عندنا دور من اجل ارساء سلم اجتماعي. كما قلت لك سي عارف انا راجعين لمسؤوليه الدوله باش نعطيك منذ تبعات يعني العنف من الثوره تقريبا او منذ سنه او نص، لكن نحن تو تقريبا العنف طال كما قلت سي فتحي كل المجالات الثقافيه السياسيه وحتى الاجتماعيه كيف حتى في الملاعب التونسيه. منذ نذكر 11 اوت نهائي كاس تونس يقوم او يدور بدون جمهور، هذايا خايفين من العنف. معنا على الهاتف الاعلامي الرياضي محجوب الهمامي، اهلا وسهلا بك محجوب.
مرحبا بك مروة، مرحبا بكل مشاهدي قناة خلق. أهلا بك محجوب. محجوب، الملاعب الآن أصبحت تحمل التعصب الفكري، تحمل العنف اللفظي والجسدي. كيفاش تفسر، بما أنك أنت محتك بالجماهير منذ فترة كإعلامي رياضي، كيفاش تفسر أنه الآن أصبح يعني العنف تطور بعد الثورة، خاصة في الملاعب اللي هي تضم العديد من الشرائح العمرية والفئات والإيديولوجيات؟ يعني صحيح تجمعهم الكرة، لكن تقريبا عندهم اختلافات. كيفاش تفسر هذا تفشي ظاهرة العنف بعد الثورة؟ والله في الحقيقة يعني العنف في الملاعب موضوع كبير تحدثنا عليه وما زلنا باش نتحدث عليه بينا اليوم، باش نحكيه على ظاهرة العنف اللي تفاقمت خاصة بعد الثورة. خلينا نقولوا باش نبدأ من خلال دراسة قامت بها ممكن مصلحة وزارة الشباب والرياضة، نذكرها كانت سنة 2009، اعتبرت وقت أنه الصحافة المكتوبة بالعناوين نتاعها هي اللي ساهمت في تأليب الجماهير وهي اللي كانت من أسباب العنف. لكن يظل من وقتها نعرف كنا كعلميين أن الأسباب كانت أكبر من هكا، وما نتصورش أنه أحداث نهائي كاس تونس 1971 بين السياسيس والتراجي ولا أحداث كذلك التراجي ونادي حاممين في ملعب المنزة، الناس كنا نتذكروا الأحداث اللي كانت في اللي كانت صايرة في هذه الفترة. من هنا بتعطي إحصائيات للأحداث العنف اللي صارت بين 15 جانفي 2011 و 15 فيفري 2012، يعني بعد الثورة 200 حدث رياضي صار في عنف. اجتياح الميدان تم في 26 مرة، إلقاء المقذوفات تم في 21 مرة، والاعتداء بالعنف على أعوان الأمن تم في 20 حالة، أعداد كبيرة يعني وتفاقمت الظاهرة هذه بعد الثورة. العنف في الملاعب كان موجود خلينا نقول بعد الثورة، لكن تفاقم بعد الثورة. حسب رأيي بالطبيعة ممكن الأسباب وكيف بحليك استفاد حقيقي ممكن من جهة العلم الاجتماعي عنده ممكن أسباب. قبل الناس موديما أن يقولوا الأسباب ذي أنه للشباب يعني ضد الدكتاتورية ضد الحرمين، يعني يتفرغ الطاقات نتاعها في الملاعب، لكن اليوم حسب رأيي تقلب بما أنه ما عادش نعيش الحمد لله دكتاتورية، وأنا تقلبت ومع ثم يعني ضعف الأمن. يعني نحكي بالطبيعة كل ما يكون يظهر الحالة الأمنية ضعيفة في البيت كل ما يحس اللي باش يقوم بالشغب يعني بعدم خوف يخليه يتجه للعنف، وهذه ممكن اللي خلى حاله العنف يعني كما نعاود نرجع نقول كانت موجوده قبل الثوره لكن كثرت من بعد الثوره. لكن محجوب، ما تلاحظش انه زاد الاعلامي والرياضي بالنسبه لي احداث العنف والشغب والتراشق وهذه اللي اقتحام الملاعب في انه ينقلها عبر الصوره ويركز فيها ويحللها ويعملها بلاتو خاص، انه ينقل في العنف هذا الى منازل او الى البيوت التونسيين، معناتها كانه الاعلامي ساهم في انه يتفشى العنف ظاهره العنف هذه. ممكن باش نمشي اكثر باش نقدم شيء كما قلت الحلول، اذا من اولى الحلول اللي حكيت عليهم انه لازم يبعد برشا على التحرير وكثر الجماهير الانديه هنا كي نعديو خطر صور ممكن من معارك الفيراج، فانه ممكن الاعلام يعتبر هذه الصور سكوب والا ما هذه عندها يعني مخلفات كبيره برشا. كذلك الحاجه المربوطه بالاعلام هما التصريحات الناريه للمسؤولين نتاع رياضه كره القدم، خلينا نقول هما مسؤولين غير مسؤولين في اكثر من مره على التصريحات نتاعهم اللي سحبت الاجواء. ونختم بالطبيعه بالعنصر الهام اللي هو الجماهير، لان لازم بالحق يعني تتغير العقليه نتاع المنافسه ويفهموا اللي كره القدم راهي رياضه راهي تفهم بعد 90 دقيقه، راهم رياضيين كل اصحاب كما اللي نشوفوا في البطولات الاوروبيه بعد ما كان الرهان ما كانت عاده الجماهير اللي اكبر منا برشا، فانا ما نشوفوش العنف. يظل هنا العنف كظاهرة ما نجموش نعالجوها في إطار واحد، خاطر اللي يمارس العنف يظل في الملعب هو بيدو اللي يمارس العنف في الشارع، لكن اللاعب لهنا دون حضور الجمهور مدة 3 سنين إلى حد الآن بعد الثورة قاعد عنده برشا مخالفات. وخليني نقول لهنا نستغل ممكن المنبر انه اللعب دون حضور الجمهور حسب رايي هو هروب من المسؤوليه، لهنا حسب رايي ممكن لازم نرجعوا الجمهور ونعرفوا كيفاش يتعاملوا معاه، لانه اليوم نربط اكثر يعني رئيس الانديه رفضوا ان البطوله الرابطه المحترفه الاولى ترجع بما انه ما عادش فما مواريد، والمواريد اللي تجي من الجماهير اكيد لهنا لازمنا نعرفوا كيفاش نعالجوا الظاهره هذه خير من اللي نتخبيوا منها ونحيوا الجماهير وما عادش نخليوها ترجع للنادي. ان شاء الله ما
طولش إذا حكيت غياب الجماهير عن الملاعب. منعرفش زميلي محجوب، هل أنت شخص المناسب أنك تقول لي إلى متى باش تقعد الملاعب فارغة ولا لا؟ إن شاء الله إن شاء الله تجينا في لقاء آخر في رجع الصدى تقولنا اللي تم معناتها القضاء على هذه الحالة نهائيا. قبيلة سي فتحي، شكرا لك محجوب على هذا التدخل. قبيلة سي فتحي، قلت لي وزارة الداخلية تحمل جزء كبير وكبير جدا للتصدي للعنف. وزارة الداخلية والحكومة والتمشي اللي لازم تكون فيه بالنسبة للحكومة الحالية، واللي هي تحمل المسؤولية كدرجة أولى في أنها تتصدى إلى العنف وتتصدى إلى مخلفاته ومظاهره زادة. هو في الحقيقة عندي تعقيب فقط على اللي قاله الأخ اللي تكلمته فيما يخص العنف في الملاعب. ثم أسباب آخر ربما هو ما ذكروش قبل الثورة وحتى بعد الثورة، هو تسييس الرياضة. شو معنى تسييس؟ يعني تلقاها الناس عند موقع سياسي وفي نفس الوقت موقع رياضي. هذا يروا من شأنه أنه يزيد في حدة الصراعات الجهوية، خطر الجمعيات في أغلب الحالات مثل جهات، وهذا يزيد يقوي في الحدة متاع أي النزاعات الجهوية، ومش حتى بين الجمعيات الكبيرة والمدن الكبيرة، حتى الجهات الداخلية واللي هي منها انطلقت الثورة يحسوا برشا ضيب لأنه تلقى الإمكانيات. نعطيك مثال، فوسفات قفصة مثلا ما كانش تمول فريق من قفصة بقدر ما كانت تمول جماعية أخرى من المدن الكبيرة، مش لازم نسميها مثلا. هذا يخلق نوع من الشعور بالظلم زالة، يقول لك احنا نشم الريحة الخايبة والدعم يمشي للجمعية اللي ما تشم كان في الريحه الباهيه. دونك هذا زاد مهم جدا. انا من رايي انه الفصل بين زاد المسؤوليه السياسيه والمسؤوليه الرياضيه، وباللي يكون على كل حال ان العنف في الملاعب هذا مشترك في العالم الكل، وكما قال هو في اوروبا بعد ما يتعاركوا ويرفعوا شعارات حتى خايبه راهي راهو باقي شعارات في سواء في الرياضه ولا في حتى في الحركات الاجتماعيه ماشي كما العنف. راهو شوف انت تو ولينا رجال امن، راهو رجال امن ولاو يتقتلوا ويتمثلوا بجثثهم امن وجيش وغيره، يعني هذوما شهداء والعدد اعمالي يزيد. وهك علاش نقول توا وزاره الداخليه دورها مركزي، وانا يظهر لي انا هذا رايي انه يستحسن احنا في مرحله انتقاليه كان من الافضل انه كل الحكومه ما تكونش متحزبه. احنا في مرحله نتاع بناء ديمقراطيه، كان عندنا مجلس تاسيسي كان من المفروض انه بسرعه ينجز دستور تاع الناس التوانسه الكل. ما فيش حاجه كبيره، دستور 57 كان يعمل كيف راهو، عقدناها بمسائل ما نعرفش عليها منين جات، والله لا نعرف عليها منين جات. سهل ياس، الفصل الاول كان ثم التوانسه الكل مجمعين عليه، واذا وبينا دخلنا في صراعات بيزنطيه، الشريعه ومشاريعها، ومن بعد لما نصف الراجل ولا ثلاثه ارباع ولا ما نعرف شنو، دخلنا في برشا حاجات بصراحه ضيعت برشا وقت، وخلت الناس اللي عملوا ثوره حسوا باللي هما الاولويه. هماش هما الأولى. فوزارة الداخلية بما فيها الحكومة أنا من رأيي تكون حكومة متاع كفاءات، ناس ما عندهمش انتماء سياسي مش لازم، ولا حتى من الإداريين عنا. طيب راو خلينا نقعد في العنف. هاي. هاي. أنا نعرضوا عليه. لا ماهوش موضوعنا شرف في المسؤولية النهضة تحمل الكثير من اللوم. سي عارف بما أنك عضو مجلس الشورى لحركة النهضة تتحمل الكثير من اللوم بما أنها حكومة هيد خلينا نقولوا اللي يتداول واللي يتقال سواء في صفحات التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام أو حتى على لسان السياسيين أنه النهضة أو الحزب الحاكم الترايك الحكومة بصفة عامة باش من خصخصوش في حزب معين، يقولوا أنه عملية الانتقال الديمقراطي أخفقت بما أنه صارت العديد من الأحداث منه تقريبا الحكومة هذه تورطت في أنها تتساهل مع روابط حماية الثورة، في أنها أحداث السفارة الأمريكية، في أنها الاعتداء على مقرات الاتحاد، تساهلت في انه الاحداث اللي تقوم بها سلفيين كيف عمل العنف اللي قامت كانت موجوده في دور الثقافه، الاحداث منوبه، الاعتصامات اللي كانت تصير هذيك. يقولوا انه الحكومه هذه تساهلت وانبطاحيه وخلت الامور تمر مرور الكرام، فقط الحكومه هذه تلهيت انها تحافظ على الكرسي نتاعها او اهمها الكبير انها تقعد متواصله، لكن التصدي إلى العنف بطريقة مباشرة وفعلية غير موجود. خليني نوضح نقطة هنا، لأنه يذكر كم من مرة بأن الحكومة التراكة أو حكومة النهضة تتساهل مع السلفيين وظهرة الرياب إلى آخره. أنا أقول نحب ننطلق من مما ذكره زميلي فتحي، قال احنا المكسب المهم في الثورة او الوحيد إلى حد الآن اللي شعب تونس يتنعم به هي الحرية. حرية التعبير، الحرية
إذا كل مواطن تونسي يتمتع بحريته ولا يحاسب على خلفيته الأيديولوجية وأفكاره، ويجب أن يحاسب كل فرد على أعماله إذا كانت الممارسة نتاعه مخالفة للقانون. هنا يجب أن يطبق عليه القانون مهما كان الشخص هذا، مهما كان انتماءه السياسي. وإحنا عندنا ظاهرة صحيح الآن ظاهرة إرهابية متغلفة بغلاف ديني، يجب أن يقع استئصالها من المجتمع لأنها ظاهرة غريبة مما لا شك فيه، ولكن يجب أن لا نعود لممارسات العهد البائد في استهداف المجموعات ككل بخلفية بيئتها ايديولوجية وسياسية. الفرد لا يحاسب إلا على ما يقوم به، لأنه اللي قام به بن علي قبل شنو؟ أنه حاسب تيارات سياسية وحاسب مجموعات. خليني أقول لك أنه سياسة حسب تقدير الشخصي وحسب تقدير بعض المحللين وبعض المختصين، أنه سياسة حركة النهضة في التعامل مع الملف السلفي حالة دون التجاء عدد كبير من السلفيين نحو التطرف ونحو العنف. الظواهر اللي نشوف فيها رغم خطورتها عن حسب تقديرنا هي ظواهر محدودة، وإن شاء الله قاعد السلطة وتقاوم في الظاهرة هذه وتعالجها وتحاول تستأصلها من جذورها. وخلنا نعطيك حتى آخر معطى أصدر اليوم بس أخرج في الإعلام اليوم، أنه حتى الناس اللي مارست العنف في جبل شعبني يقال حسب آخر التحقيقات أنه أغلبها هي عناصر غير تونسية مرتبطة ببعض الفئات التونسية اللي قاعدة تدعم فيها لوجستيا صحيح، ولكن الظاهرة هذه راهو ما نجموش نقولوا انه لكن هذا اخطر سعارف هذا خطير هذا خطير لكن هذا يثبت كذلك انه معالجتنا للتيار السلفي ما يلزمش تكون معالجة كليانية. اذا كان الناس استطاعت انها تنخرط سلميا وتعبر عن افكارها بصفه سلميه، احنا اذا كان مش نحاولوا، لانه سمعنا دعوات من قبل بعض التيارات السياسيه مباشره بعض الحدث اللي تمت في سفاره امريكا، ثم دعوات الى الزج بكل ابناء التيار السلفي في السجون. هذا كلام مش معقول. من ناحيه نقولوا انه الثوره ثمرة رئيسية هي الحرية، ثم نزج بكل الأطراف فقط لأنها منتمية إلى احنا نقول يجب محاسبة كل طرف تلوثت يده بدماء الشعب التونسي بدماء أي مواطن تونسي، ولا يمكن أن نعتمد نفس الطريقة ونفس الأسلوب اللي اعتمدوا العهد البائد. علاش تيارات علاش نشوف قاعدين ثم ناس ربما، وعلاش نقول أن مسؤولية هي مسؤولية مشتركة؟ لأنه ثم أطراف حتى ضمن التيارات هذه يقع دفع من قبل بعض التيارات نحو التطرف ونحو الإرهاب. وقت نشوفوا أن بعض التيارات السياسية تدعم وتدافع وتبرر ما وقع في من انقلاب في مصر مثلا من قبل بعض الانقلابيين من قبل بعض الجيش، وتتمنى أنه يحصل نفس الشيء في تونس. وشفنا من بعد كيفاش أنه المسار مشات فيه الوضع السياسي في مصر، وكيفاش كانت مجازر ودماء الشعب المصري ما عاد تهدر بشكل رهيب. ما عاد أعطونا مثال كيفاش أنه في غياب في حين وقت قرن الوضعية هذه لازلنا نحكيه على تساهل دور الحكومة في أنها تتصدى إلى دعوات العنف إلى العنف إلى الإقصاء إلى العنف اللفظي والجسدي. ما زلنا ديما نحكيه هنا على التساهل. إذا كان فما حزم فما قانون واضح أو إجراء واضح، ما نقولوش قانون، إجراء واضح في التصدي للظواهر هذه ما كناش نوصلوا إلى احنا نعيش في مرحلة انتقالية، وتعرف أن قانون الإرهاب كل الأطراف السياسية بمختلف توجهات الإيديولوجية منذ البداية طالبت بإلغاء قانون الإرهاب. رغم هذا السلطة ما بعد الثورة ما ألغتوش، حاولت تطبقه باحترازات لأنه في بعض البنود اللي فيها تعدي على حرية الفرد. ورغم كما قلت معناتها في البداية كل الأطراف كانت طالب بإلغاءه، وإحنا تو مطالبين مثلا مطالبين حاليا بصياغة قانون يتماشى مع مبادئ الحريات مبادئ اللي قامت عليها الثورة، لكن بدون التفريط في أمن المواطن التونسي بدون التفريط في سلامة المواطن التونسي مهما كان انتمائه السياسي مهما كان خلفيته الأيديولوجية. العفو التشريعي العام اللي توا ولينا هيت نقولوها بصريح العبارة ولا نقمة، لأنه بعض الناس اللي تم العفو عليهم ثبت انهم متورطين في احداث الارهاب الاحداث الارهابيه اللي موجوده في تونس. سامحني انا جيت باش نتفاعل مع عارف. شوف ثم حاجات مش منطقيه. شوف انا نجم غدوه نعمل جمعيه نقول ندافع على الثوره نحمي الثوره ونعمل حتى انا ميليشيا
وتوليش يضربوني زاد بين ميليشيات. ما يصيرش ثم كانت الدولة عندها حق المطلوب. نعم. أني ميصيرش أنا نجي أنت تعمل في اجتماع حتى نختلف معك أين كان سلفي ولا غير سلفي ولا أي حزب أي حزب حتى أنا ما نتفقش معه ونجي في السد واجتماع وبتعلى تاني نحمي في الثورة. ما حد ما هو لصيا أو صيا على الثورة أخي متاعه هي الثورة يعني كلام ما دام يتقالش هذه ميليشيات يا ما نخلي نسميه الأشياء بأسمها من أي ما لا ما تقوليش لا تم واضح توا ناس معينين يمشيوا الاجتماعات معينة ويفسدوا اجتماعات معينة مش اجتماعات أخرى ثم اجتماعات محددة يمشيوا لها ويمارسوا عنف شنو أخي ثم لطفي نقر مات في اعتداء عليه الشهيدين شكر بالعيد والبراهمي قتلوه متوانسة اسمها توانسة ما مش زيرية توانسة هذا إرهاب راه داخل في الأشياء من لا ما نبسطوش الأمور يفو با باناليزي الإرهاب ما نسميوش كان بسمعها كو إرهاب دونك ما نبسطوش الأمور ونقولوا لا ومسؤولية الدولة ثابتة الحكومة ثابتة تقولي العفو التشريع العام وأنا نقول لك المشكلة مش كان في هذا المشكلة حتى في اللي دخلوا يخدموا راهو مصيبة عظمى أنقول لك علاش مع الاحترام للناس كل راهو هذا حقوق ما نختلفوش في أمرها تبقى أنا نخير أنه إنسان ما قضى مدة في السجن ونحب أن نعينه نعطيه منحة خير من نحطه مثلا يقري جريمة أخرى أو في حق تلامذة واحد ما عنده مدة ما عندوش علاقة بالكتاب يجي يقري مشكلة كبيرة يا تعمله ريسيكلاج وتعمل برنامج وكذا ولا أعطيه منحة بكل وضوح قول هذا تحرم ولا عنده حقه أين كان ما نحكيش على الانتماء السياسي أنا ويزمنا نراعيهم إلى آخره المصيبة الثانية هل 132 ألف موطن شغلي نحكيه عليهم رأوا العدد الأغلب رأوا ما مش قاعدين يخدموا رأوا قاعدين ياخذوا في شهريات من المال العام من ضرائب متاعنا وما مش يشتغلوا شاملنا وجملي احنبوا باش نقولوا عملنا موطن شغل دونك العفو التشريع العام نعوضوا الناس هذا معوضوهم نشوفوا طريقة نعملوا صندوق نعملوا اللي تحب أما قاعدين نعملوا في مشاكل أخرى ثم اللي جيت وانت توا أنه رجعوا يمارسوا في يعني الإرهاب قتل تو وثبت هذا بالكاش شنو هو اللي عملناه جملي هنجيو نعملوا البين واللي ننظروا طيب. للمجتمع فهذا زاد ما انكوري نفوق مسؤوليه الحكومه زاد اقعد معنا سي فتحي باش نعرفوا مسؤوليه الحكومه في التصدي الى العنف والارهاب خرجنا للشارع التونسي وسالناهم على العنف والارهاب ما هو هذا المفهوم مع الشارع التونسي نرجع لكم بعد هذا الريبورتاج مفهوم الإرهاب يختلف من فئة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى ومن دين إلى آخر فما هو مفهوم الإرهاب لدى المواطن التونسي وما هي طرق معالجته شو معنى إرهاب؟ الإرهاب هو كل إنسان يقتل إنسان هذا الإرهاب أنا عندي اللي أنا إرهابي هو صهيوني الناس تمارس في تطرف في عنف تقتل في الناس من غير حق حاجة مخترة حاجة للإرهاب للقتل للحرق للمظاهرات الغير السلمية حاجة ماشي معقولة كلمة الإرهاب كلمة الخوف هي الضرب هي القتل هي تخلي معناها شعوب كاملة ما هيش عايشة في أريحية أنا أقول لهم الإرهاب فوز انليف لا جوا دو فيفر الإرهاب هو آفة في المجتمع آفة في التاكة في الدول الكل أي دولة تخلي الإرهاب يعني قلق الشعب كامل هي كلمة عربية ما صنعتها أمريكا باش تبثها في العالم الإسلامي باش يخافوا من الإسلام إرهاب معناها ناس يحبوا يشوشروا يحبوا يعملوا برشا حوايج ما هيش في البلاد الإرهاب إجرام بالنسبة لنا إرهاب موت معناها هو قضاء على الإنسانية إرهاب هو كل من يقتل حد بحد آخر بغير وجه حق الحرب على الإرهاب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية هدف للقضاء على الإرهاب هذا حل من الحلول لمكافحة هذه الآفة كما رأى تونسيون أن الحل الأمثل في مكافحة الإرهاب هي الوحدة الوطنية وتقوية الوازع الديني كيفاش نجم نقضيه على الإرهاب في تونس؟ نتمسكوا بسنة حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصلي ونخافوا ربكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال التسامح قبل كل شيء ونعمل اليد في اليد وإحنا توانسة ما إحناش متاع إرهاب وما إحناش فيه الإرهاب بالكل إحنا بلاد سلمية ما إحناش بلاد إرهاب بالكل كيفاش نجمو نقضيو عليه الإرهاب هذا؟ لازم الأمن يكون موجود في البلاد الأمن لازم يكون موجود بكثرة ما ثمش أمن ما ثمش الإرهاب يقعد ديما موجود نوقفوا الشعب التونسي كل ما بعدنا يد واحدة وعندنا الجيش ممنين به معناتها جيشنا التونسي الحر معناتها ممنين به ونقفوا معه الشعب كله ونقولوا يا الجيش معناته مو بعضنا يد واحدة الناس كله بالصبر وقوة الإيمان والتسامح
يلزمنا وحدة مع بعضنا، يلزمنا كتلة، يلزمنا متوحدين هكا باش نجمو نقضيو عليه. أما إذا كان احنا باش نولوا فرق 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 ضد فرق معاه ما نجمو نعملوا حتى شيء. المفروض الناس كلها تضافروا مع بعضها ويتفاهموا شوية للجماعة اللي متعاركين الفوق، وإحنا اللوطة رصت لنا ضحايا بين كو. ربي يهدي وربي يقدر الخير. احنا ندخلوا في رواحنا لي نوسيون تاع ديننا، التسامح والمسامحة والاكسبتاسيون دو لوتر، معناتها أنك تتقبل الإنسان الآخر. إذا كان كل حد يحاول يفهم الإنسان الآخر راهو ما نوصلوش للي وصلنا فيه، ونحوج هذا شوية طماع وشوية قناعة. الحال لازم تتضافر الجهود نتاع الدولة، هذا كل شيء مربوط بالدولة، فهمت المواطن شنو هو كي يلقى روحه واحد. الدولة لازم توفر الأمان للمواطنين كجيش وكسلطة. الحل لازم ندعموا الجيش والشرطة والحرس والديوانة في نفس الوقت، ندعمهم بكل شيء، بالمال بالجهد نعينوهم ننتبهوا معهم نعسوا معهم ونكونوا يقلين معهم احنا كشعب. نجم نقضيوا عليهم بطريقة واضحة وسهلة وجلية للناس الكل بالحوار، ولا شيء غير الحوار، حوار بالأخص ما بين العناصر السياسية والأعضاء السياسية اللي فعلا في البلاد لابد أن تتحاور، لابد أن تفكر في معناتها الحاجة اللي تهم البلاد والحاجة تخص البلاد والحاجة اللي تنقذ البلاد. يتحاوروا سياسيين فيما بينهم، يخدموا منطق العقل ويتعقلوا، يعطونا نتيجة طيبة وطيبة 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 جدا تنفع البلاد الكل. الإرهاب هو مجموعة أفعال عنيفة تهدف إلى خلق أجواء من الخوف والرعب، ويكون موجها ضد أتباع دينية وأخرى سياسية معينة أو هدف أيديولوجي. يتم عادة استخدام تكتيكات مماثلة من قبل المنظمات الإجرامية لفرض قوانينها، وبسبب التعقيدات السياسية والدينية أصبح مفهوم الإرهاب غامضا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين دائما في موضوع حصتنا اليوم، العنف والإرهاب وتبعاته وكيفية القضاء عليه. كنتم تتفرجوا في روبورتاج خرجنا للشارع التونسي وسألناه ما هو الإرهاب وكيفاش نتصدى له. المواطن التونسي قداش بسيط، قداش روحه طيبة، قالك نتصدى للعنف وللإرهاب، للإرهاب خاصة بالحوار، بأنه ندعم بعضنا، أنه الوحدة تكون بيناتنا. ما قالش شنو حرب أهلية أو نتصدى لهم بنقتلوهم أو نحاربهم يعني. وفما أخت من الدخلة قالت الحوار، الحوار هو الحل. سي فتحي، قبل ما نعلق عندي حكاية نذكرها وأنا صغير. الوالد متاعي كان يشتغل مع واحد فرنساوي رجل كبير، توفى في السبعينات وكان عنده مجموعة من الأوليرات وانسا. نهارت لي مش يدفنوه في المقبرة اللي يكون قريبة المدرسة اللي كنت نقرأ فيها في بداية السبعينات. اللي شفته والله طريف جدا وما نسيتوش، أنه المسيحيين يعملوا في صلاة متحب والتوانسة اللي هم مسلمين جاءوا راهم ويقرأوا في الفاتحة، يقرأوا في الفاتحة. شوف أنت هذه صورة للتسامح. شفت مش نعطيك فكرة، هو الرب واحد بالنسبة لي، أكو كل واحد عنده يامن بربي وعمل رحم على سيد ذاك اللي يحبه. شفت التوانسة هذي ما بعد ياسر، الكلنا مسلمين لكن كل واحد على فاسه. شنو معناه؟ ثم واحد يعطي قيمة ياسر للممارسة للطقوس يعني الفروض الصلاة وغيره، ثم شكون يعطي قيمة أخرى للعلاقات العامة ما يسمى بالسلوكيات اليومية الأخلاقية. البعد العملي في الإسلام، الثقة، ما تكذبش، ما تسرقش، ما تحرمش. نعم، وإن كان الإسلام واحد ماهوش متعدد. لا لحظة أنا جايك، لا ثم أبعاد في الممارسة، ثم شيء ما تمش تعدد في الممارسة. لا مش تعدد، أنا أبعد قلت لك. لا خاطر واحد يصلي هيك حرية شخصية نقول لك، بالنسبة للإسلام هو واحد. أنا جايك لحظة، أنا قلت لك أبعاد. ثم البعد الروحي الذاتي، ثم واحد يحب علاقة بربي وحده ويحب يصلي وحده مام وربي معه في كل بلاصة في كل بقعة، هذيك العلاقة الروحانية وعنده تصور للإله كيف هو الربي كيف هو. ثم شكون يصوروا تصور آخر بشكل آخر به. ثم البعد اللي قلت لك عليه الطقوس يعني الصلوات، ثم ناس تحرص ياسر على الصلوات ولكن ربما البعد العملي ما تحرصش عليه برشا، ولا البعد الروحي ما يهمش ياسر. ثم ناس تعطي قيمة ياسر البعد العقائدي هكا اللي موجود، ثم كذا وثم كذا وثم ملايك وثم هكا الأشياء هذيك اللي ما فيهاش غير تقول له هكا يتنرفز به. وهكا علاش مشكلة كبيرة بين الأديان هو في البعد العقائدي، مشكلتنا مع المسيحيين، مشكلتنا مع التعصب. يعطيك الصحة، ثم برشا أبعاد. المسلمين
المسلمين التوانسة. أنا نقول لك شنو كلنا مسلمين، تبقى أنت شيعي ولا ما يعرف. أنا خبيش عليك، ما المشكلة بعد بد التوانسة الشيعي والسني ودر شنو كلهم والله لي فرقوا بيناتهم، ما يفرقوش وما يهممش. مشكلة التونسي شنو؟ يحب ينجح في حياته، يحب يعيش، يحب صغاره وتقرأ، يحب يرتقي اجتماعيا، ويحب تحترمه، ويحب الناس كله خير كو ولا ليني. وما يهموش ياسر شي يصير اير، ما يهموش ياسر. او على ذكر ساعه مساله مصر مثلا، ما ثماش يفوز المشكل فين. لا المشكل وقت انت تحب تفرض عليه قلبك للاسلام مثلا. ثم واحد ما يحبش يصلي يا سيدي في 20 سنه، يقول لك ربي يهديني، يحب يصلي بعد 40 ولا 50 ولا ما نعرفش عليه. هنا مانيش باش نعمل رقيب علينا ناس عليه شامل، يعني عندي ما نعمل انا. المشكله في البعد الاسلامي الجماعوي هذا اللي عندنا تو، ولا موجود ياسر جانا من الشرق ما كانش عامل، ولا مشكل كبير. طيب هو عنده جيستما تصور هيك، هو اللي قلت لك عليه انا هذا المشكل هيك اللي يتناقض مع التونسي. هو يحب يعمل قالب الاسلام ميسيرش. طيب مش نحكيو علاش ارتباط الارهاب بالاسلام سعر؟ والله سامحني انا مذبيه نعلق على الكلام اللي دخل خاطر توا ثم بعض الاحيان مذبينا ما نخرجوش، لكن 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 كلام تقال ربما اللي هو خرج على الموضوع ديجا. احنا نتكلموا عن العنف والارهاب. الارهاب لما ارتبط بالنسبه للشعب التونسي الاسلام هو الاسلام، ما فماش اسلام فيه ملائكه واسلام فيه ملائكه فيه ممارسه مضبوطه. الاسلام هو لا، معناتها في بالي ما نختلفوش احنا. احنا تونسيين مسلمين مالكيين، وعنا اسلام معروف. ما فما احناش اون فابار ينفونتي لا رو، معناتها ما حناش نعاود نخلق الاسلام من جديد. هذه هيك كنت نتمنى ان ما نحكيوش على الموضوع هذا، هذا مش موضوعنا. ويزم بلاتو كامل شي انت عادي، وان شاء الله نعملوا بلاتو اخر. لكن تعديوا الى علاش ارتبط الارهاب بالاسلام هذا حتى في المنطقه العربيه، اللي نحب نذكر السادة المشاهدين انه ان شاء الله بعد شويه باش نقوموا باتصالات هاتفيه خارج تونس، وبعد نقول لكم شكون معنا باش نحكيوا على الارهاب في المنطقه العربيه. لكن السؤال نقعد ديما فيه، لما ارتبط الاسلام بالارهاب؟ ارتبط الارهاب بالاسلام، هذا كلام صحيح معناتها فعلا ارتبط الاسلام بالارهاب، وللاسف نقول للاسف. لانه وين يظهر الارهاب؟ وين معناتها وين نبت وين يظهر اساسا؟ يظهر في المناطق التي تم استهداف، تم معناتها ربما تم تدخل فيها من قبل قوى اجنبيه معاديه للشعوب. ونجم نذكر افغانستان، نجم نذكر في فلسطين، نجم نذكر